صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الأربعاء 3 كانون الأول ديسمبر 2014. سعدني رحب بضيفنا باستوديو الصحافي علي الأمين. صباح الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا فيك. أكيد اليوم محور حديثنا سيكون الحدث بالأمس من جرود بعلبك. هل ما جرى هو في إطار العملية الثأرية البعض قال من الخاطفين وذلك أو الإرهابيين موجودين على الحدود اللبنانية السورية نتيجة اعتقال كل من سجاد دليمي وآلاء العقيلي وهي زوجة ما يعرف بأبو علي الشيشاني. أيضا هنالك من ضمن المستجدات موضوع الحوار، هل يمكن أن يكون قد بدأ أو سيبدأ بين حزب الله وتيار المستقبل وضع جدول أعمال الحوار، هل يعني انطلاقة للحوار أو لا؟ أيضا من ضمن الملفات اللي رح تفرض نفسها بطبيعة الحال على الحدث هو موت كل من سعيد عقل وصباح وهما عظيمين من لبنان. وأيضا رح نحكي عن الملفات السياسية الإقليمية ومن ضمن الحوار الأمريكي الإيراني. هذه هي أبرز العناوين، لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميلتي كلارا جحا وموجز أهم الأخبار. شكرا لك نانسي، أهلا من جديد. أفاد مراسلنا شوق سعيد عن سقوط شهيد وجريحين للجيش في وادي عطا في جرود عرسال، وفي التفاصيل أنه أثناء قيام الخبير العسكري بتفكيك عبوة على الطريق التي تربط وادي الرعيان بوادي عطا تم تفجيرها عن بعد ما أدى إلى استشهاد الخبير العسكري وجرح اثنين. وفي رأس بعلبك يسود الهدوء الحذر منطقة جرود رأس بعلبك ومنطقة نية الرأس، حيث تنفذ وحدات من الجيش عمليات تمشيط في محيط الكمين الذي نصبته مجموعة إرهابية بالأمس، وأفيد عن اشتباه بزرع عبوات على الطرقات الترابية في المنطقة، كما يسير الجيش دوريات راجلة ومؤللة مع تشديدات أمنية على حواجزه المنتشرة على طول أوتوستراد بعلبك باتجاه الحدود السورية. نعت قيادة الجيش العسكريين الذين استشهدوا في جرود رأس بعلبك أمس خلال الكمين المسلح الذي تعرضت له دورية للجيش من قبل مجموعة إرهابية، وهم الرقيب الشهيد علي سعد يزبك مواليد شمسطار بعلبك، الجندي الشهيد مشهد عباس شرف الدين مواليد المعلقة قضاء زحلي، الجندي الشهيد محمد علي سليمان مواليد حنيدر عكار، المجند الشهيد محمد حسين سليم مواليد بوداي بعلبك، المجند الشهيد ربيع حسين هدى مواليد عيات عكار، المجند الشهيد علي أحمد محمد مواليد حبشيت عكار. أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أن المرأة التي احتجزت في لبنان ليست زوجة زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، مشيرا إلى أن المعتقلة هي إحدى الإرهابيات المطلوبات على خلفية قضايا في العراق وسوريا. كما نقل البيان عن مصدر في خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بأن زوجتي الإرهابي أبو بكر البغدادي هما أسماء فوزي محمد الدليمي وإسراء رجب محل القيسي، ولا توجد له زوجة باسم سجاد دليمي. وكانت سجا حميد الدليمي أثناء التحقيق معها أفادت أنها كانت متزوجة في السابق من العراقي فلاح إسماعيل جاسم، وهو أحد قادة جيش الراشدين الذي قتله الجيش العراقي خلال معارك الأنبار في عام 2010، وفيما بعد عمد والدها وفق أقوالها إلى تزويجها من إبراهيم السامرائي الذي يعتقد المحققون أنه الاسم الحقيقي لأبي بكر البغدادي، لكن الدليمي لم تعترف مباشرة بأنها متزوجة من البغدادي. ولاحظ المحققون بحسب السفير أن دليمي مدربة تدريبا عاليا على كيفية التعامل مع جلسات الاستجواب، بدليل أنها لم تعترف حتى الآن بأنها زوجة البغدادي. وبينما يتواصل التدقيق في ارتباطها الزوجي، تسود لدى المحققين قناعة شبه تامة بأن دليمي كانت أحدى زوجات البغدادي، وبالتالي في أن السؤال يتمحور حول ما إذا كانت لا تزال متزوجة منه أم لا، وسط ترجيح للفرضية الثانية. وفيما خص السائق الموقوف، ادعت الدليمي أنه شقيقها، فيما يضع المحققون في حسابهم احتمال أن يكون هو زوجها الجديد إذا ثبت أنها لم تعد مرتبطة بالبغدادي.
ووفق المعطيات الموجودة بحوزة مخابرات الجيش، فإن الدليمي ليست امرأة عادية، بل هي نقطة تقاطع بين الجماعات التكفيرية. وقع انفجار ضخم عبر سيارة مفخخة أمام مقر إقامة السفير الإيراني وسط العاصمة اليمنية صنعاء. وقال مسؤول أمني يمني إن انتحاريا يقود سيارة ملغومة صدم بها منزل السفير الإيراني في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم، وأضاف إن العديد من حراس الأمن اليمنيين والإيرانيين قتلوا في الهجوم، فيما قال جندي يمني يحرس السفارة إن أشخاصا يحاولون انتشال أشخاص من تحت الأنقاض، وقد أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى مكان الانفجار. أعلن البنتاغون أن مقاتلات إيرانية شنت ضربات على تنظيم الدولة الإسلامية الشرقي العراق خلال الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي: لدينا مؤشرات أن الإيرانيين شنوا غارات جوية بواسطة طائرات فانتوم F4 خلال الأيام الأخيرة. وكان كيربي قال في مؤتمر صحفي بأنه يعود إلى الحكومة العراقية أن تنسيق الضربات الجوية التي تشنها دول مختلفة تشارك في التحالف الدولي ضد داعش وليس الولايات المتحدة. ختام الموجز، عودة إلى الحدث وزميلة نانسي السبع. شكرا كلارا. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، ونبدأ حوارنا مع الصحافي علي الأمين. استاذ علي، بداية خبر سجى الدليمي يبدو بأنه غير صحيح، وذلك في تشابه أسماء. يعني بحسب داخلية العراق فإن المدعوة أسماء الدليمي هي زوجة ما يعرف بأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. هذا الاسم سجى الدليمي كمان ما فينا نستخف فيه، لأنه آخر صفقة للتبادل بين مخطوفي أعزاز أو بالأحرى براهبات معلولة، وجرى التبادل مع سجى الدليمي وأيضا أبناء أو أطفال اللي كانوا معه. اليوم أيضا يعود هذا الاسم من بوابة المدفون اللبنانية شمالا. هل تعتبر بأن أوراق القوة النسائية التي باتت بحوزة الجيش اللبناني ستعيد الرجال الجنود الذين هم بحوزة مخطوفين عند كل من داعش والنصرة؟ يعني بداية كمان ليس بعيدا انه لابد يعني بهاللحظة انه فعلا نعزي بالشهداء الجيش اللبناني اكيد، و يعني الذين سقطوا امس واللي ايضا اليوم يعني من خلال هذا التفجير. وبالتأكيد يعني هؤلاء يمكن يتعرضوا لظلم مزدوج، ظلم أنهم يواجهون مجموعات إرهابية دخلت إلى لبنان ويدافعون عن الأراضي اللبنانية، وظلم آخر هو الأداء السياسي للحكومة اللبنانية في التعاطي مع هذا الملف بمجمله، يعني بما يتعلق بخطف العسكريين وبالتعامل مع الأزمة السورية، واللي شفنا إلى أي مدى يعني في عدم وحدة رؤية أو تعامل واضح في هذا السياق. بالنهاية يعني رحمهم الله والله يصبر أهلهم. تقديري ما حصل يعني واضح أمس واليوم، يعني ومن بداية تسريب خبر أن هناك اعتقال لزوجة البغدادي كان في يعني خلق مناخ وجو ان هناك ممكن ان يكون لهذا الامر تاثير فاعل على مساله تبادل الاسرى. كمراقب ربما يعني يتفاجأ باللحظه الاولى، انه عاده بنتساءل ممكن انه ما سبب تسريب هذا الخبر. عاده الشغل الامني المحترف بيفترض انه هيك عمليات تصير بشكل سري ويتم إعلان عن الصفقة، يعني إعلان عن اعتقاله مع الصفقة تماما بشكل مثل ما صار بموضوع معلولة. يعني ما حدا كان عارف باسم سجى الدليمي معلن أقله إلا لحظة المفاوضات وتعثرها، يعني آخر يمكن ساعات يعني. هي اللي كانت وطلب هؤلاء أنه في أربع أشخاص زيادة كانت من ضمنهم سجى الدليمي، ممكن ما عرف، قيل أنها لاحقا أنها زوجة البغدادي، ويبدو كأنه هي خبرية أنه زوجة البغدادي ليست دقيقة أصلا يعني في
في هذا الأمر. وهلأ عم نشوف يعني الموقف العراقي أو الكلام العراقي الرسمي اللي قال داخلية اليوم العراق أنه نفوى أنه يكون تكون زوجته، وسمى زوجتيه يعني في هذا الإطار. ويبدو أيضا كمان حتى ما تسرب اللي أشرتي له يمكن قبل شوي أو خلال النشرة، أنه المخابرات الجيش كمان عم بترجح أنه قد لا تكون هي زوجته. بكل الأحوال يعني نتمنى أنه فعلا يكون لهذا الأمر تأثير، لكن كمان بعتقد أنه رد الفعل اللي شفناه أمس فيما يتصل بعملية استهداف العسكريين والعملية اللي صارت أمس بتعطي انطباع ربما سلبي، بمعنى أن الأمور ربما تذهب إلى مزيد من التصعيد، مش رايحة إلى نوع من التهدئة، خاصة مع محاولة ما بعرف إذا طلع موقف من جبهة النصرة أن هذه العملية تمت أمس ردا على اعتقال السيدات، إنما بالتأكيد هذه العملية اللي حصلت أمس تفتح تساؤل إنه نحن ذاهبون يعني إلى تصعيد في المواجهة، إلى أنه تعرقلت هالمفاوضات، أم أنه لا سيساهم هذا الأمر في حلحلة. أمس يعني في أكثر من مبادرة، على الأقل مبادرة الرئيس تمام سلام في الاتصال بأمير دولة قطر، اللي كنا عم نسمع قبل بيومين أنه في مناخ كأنه القطريين انسحبوا من العملية، لكن ما يوحي بكلام يعني ما سرب عن أو نسب إلى الرئيس سلام أنه وعد من الأمير قطر بأنه ممكن يعني أنه طلب إعادة تحريك هذا الملف المبادرة القطرية. نتأمل يكون هذا الأمر يكون له مسعى إيجابي. بس هو لسه هذا التصعيد البسيء باليومين أنه لا ما في مفاوضات ورح توقف، سيتم إعدام أحد العسكريين. ليش صار هذا الضغط؟ يعني إذا كان الموضوع يعني يتعلق بسجن دليمي وألاء العقيلة، اثنيناتهم كانوا معتقلين قبل 10 أيام. يبدو لأنه نحن عم نسمع كلام من الجهة الخاطفة، وأمس صدر بيان عن جبهة النصرة اللي نقلت وكالة الأناضول، وضع نوع من يعني الأسباب اللي وغيرها من الكلام اللي نقله كمان مصطفى الحجيري بعرسال، إنه حتى الآن هذا سؤال يجب أن يعني يتوضح الإجابة عنه، إنه في كلام من الجهة الخاطفة إنه الجهة اللبنانية ليست ما عم بتت يعني ما عم بتفاوض، يعني ما في مفاوضات. الجهة اللبنانية معروف إنه ما عم بتفاوض. ما في وسيط قطري هو الذي يقوم بهذا صحيح الموضوع. لكن وسيط هني طلبوا بشكل مباشر إنه نحن بدنا نتفاوض مباشرة مع الدولة اللبنانية، وإنه نحن أرسلنا عدة رسائل باتجاه، وعم بيبلغوا أهالي العسكريين في كلام إنه الدولة اللبنانية ما عم بتفاوض. طيب ما خلفية عدم تفاوض الدولة اللبنانية في هذا الأمر؟ لأنه غير جديين، ولأنه الدولة اللبنانية لن تقوم بتفاوض مباشر مع جمعيات، أول شيء جماعات موصفة أنها إرهابية. طيب وموصوفة بأنها إرهابية. فإذن هل إذا الدولة اللبنانية ما بدها تتفاوض إنه في وسيط قطري، ليش في دول أخرى؟ انه اذا الدول الاخرى بتلاقي ما بتلاقي مشكله انها تعمل وسيط بين الدوله اللبنانيه ومجموعات ارهابيه، طيب ليش وبيطلب لبنان من دول اخرى؟ فهل انتقاص من يعني من قيمه الدوله اللبنانيه اذا اجرت مفاوضات بطريقه ما في هذا الامر؟ وهذا الكلام البعض يقول هون استزعالي انه الدوله اللبنانيه ما عندها لا قدره المونه ولا التاثير، وانه مجرد ستتورط بالتفاوض، بينما الدول الأخرى إن كانت تركيا أو قطر إذا سبق وتبين بأنها قادرة على التأثير. لكن هذا الجهد خلال الفترة الماضية بين أنه ما أنتج على مستوى أنه تم الاستعانة بهذه الأطراف. كيف ما أنتج يعني؟ انه ما صار في اعزاز، نحن حكينا باكثر من سنه. اي بس انه لحد الان يعني فينا نقول انه بدنا سنه، ما حدا قادر يقول انه بدنا سنه بنخلص، ما حدا بيقدر يقول، بس انه لكن ما على الاقل بالمعنى المباشر الان انه ما في نتائج ايجابيه حتى الان توحي بانه لا، بل هناك تهديد واستمرار في التهديد في عمليه قتل المخطوفين او كذا، فبدل انه ما في تقدم بالمفاوضات، وبالتالي
تقديري أنه الحكومة اللبنانية مطالبة بأنه فعلا يكون في عندها موقف واضح في المبادرة إلى هذا. فضلا ما هو اللي بيخلينا نشكك بأداء الحكومة اللبنانية مش بسبب فقط أنه بدنا ننتقد الحكومة اللبنانية، لكن بنلاحظ أنه الأداء خلال الفترة الماضية في التعامل مع هذه القضية بنشوف أكثر من رأس بهذا الموضوع. يعني بتلاحظ أنه في هون حدا بيحكي وهون طرف تاني بيحكي وطرف تاني بيعلق. هل حضرتك ما حصر الموضوع باللي واقع بس إبراهيم؟ بتقديري أنه لا شك باسم يعني بالنهاية الدولة اللبنانية حكومة اللبنانية بتكون في شخص عباس إبراهيم إكس إجرك زاد، يعني ما في ساعة يكون التفاوض محصور باللي واقع بس إبراهيم وهو رجل أمن وله خبرة، بعدين أحد الوزراء يصير هو عم يتصلوا فيه ويمرقوا له المصاري ويمرقوا له المال. هذا اللي عم بيصير، هذا اللي عم بيصير. بس مين أنا مسؤول أنا وياك عنه؟ مين مسؤول عنه؟ الحكومة اللبنانية مسؤولة عنه. مفترض الحكومة اللبنانية هي تحسب هذا، في مجلس وزراء وفي حكومة وفي قرار بيتاخد بهذا الموضوع بيكون واضح تماما للجميع. بالتالي تعدد الجهات المتحركة في هذا الموضوع وأصدار المواقف على الأقل بالجانب الإيجابي، حتى إذا لاحظنا أمس يعني أهم شيء حصل بهاي المسألة أنا برأيي إيجابي أنه المسؤولين اللبنانيين ما حدا حكي فيهم بعد اعتقال، بعد الإعلان عن اعتقال السيدتين سجا ودليمي وزوجة أحد قادة النصرة. المهم أنه أول شيء ما تطلع تدخل بالمزايدة وتسجيل النقاط فيما بينهم، وبنفس الوقت الحكومة اللبنانية تكون واضحة أنه هناك جهة محددة هي المسؤولة وهذه الجهة مسؤولة أمام مجلس الوزراء، وأن لا يكون هناك تعدد. ألا يمكن الاستعانة بقدرات البعض أنه في أطراف، لكن يجب أن يتم ذلك خارج الإعلام وخارج إطار المزيد. بس كيف تقرأ أنه طلع على الإعلام هذا الخبر؟ هل هو لإعلام اللبنانيين بأنه بين إيدينا أوراق؟ ولأنه البعض يقول أنه الأجواء المخابراتية كلها والأوساط المخابراتية على علم بهذا الموضوع، حتى المفاوضين مباشرين أو غير مباشرين على علم، والخاطفين على العالم. مجرد أن يخرج هكذا يعني الخبر إلى العالم، ممكن كان بالبداية نقول أنه هذا الخبر هدفه إعطاء هيك دفعة أو هيك معنوية للبنانيين بأنه في بإيدنا شيء، وهي زوجة البغدادي أنه طب ممكن أنا أقرأ بالبداية أنه بهذا الاتجاه. لكن لما عم تنكشف هلأ الأمور انه هي ليست زوجة البغدادي وانه يعني منه دقيق هذا الكلام، هذا كمان بخلينا انه نروح اكثر على انه نتساءل انه شو الغايه من هذا الاعلان، وهل هو يذهب باتجاه انه نحن رايحين لمرحله تصعيديه في المواجهه مثل هذا الاعلان، هل يساهم في تحسين شروط الدوله اللبنانيه وفي يعني تحسين إمكاني أو فرص إخراج إطلاق العسكريين المخطوفين؟ بعتقد أنه في نقاط استفهام حول هذا الموضوع، وأنا ميال بمراقبتي للأمور وانطلاقا من اللي حصل أمس واليوم أنه الأمور رايحة على أسوأ، يعني مش رايحة على حلول أو على تسويات أو أنه في مناخ وفي جو بحسسنا أنه في إمكانية تعقد صفقة ما. مع الأسف التطورات الميدانية بتدل أنه الأمور منا يعني تطورات ميدانية ما جرى بالأمس هذا الأمس واليوم هذا التفجير اللي حصل نتيجة يعني محاولة تفكيك لهم، وبالتالي هذا بيعكس هل نحن دخلنا بنمط جديد من العمليات اللي ممكن تقوم فيها جبهة النصرة أو غيرها من المجموعات العسكرية في هالمواجهة. طيب بهاللحظة إذا في مفاوضات، إذا في يعني أجواء ممكن إيجابية في هالإطار، بفترض أنه بيكون فيها على الأقل نوع من المساهمة بتحسين ظروف نجاح هذه المفاوضات. اللي عم بيحصل عم بيوحي لنا أنه لا، الأمور عم بتروح على جانب معقد أكثر. ليش؟ يعني مثل ما عم بقلك أنه هالشي اللي حصل تفجير، هل اعتقال يعني والإعلان بهذه الطريقة عن اعتقال هؤلاء، الموقف اللي البيان اللي صدر عن جبهة النصرة أمس وأشرنا له بما بالقول أن هناك عدم تجاوب وتهديد بأنه بما معناه أنه في حال يعني عملية الخطف ستكون لها نتائج، الإيحاء بأنها ستكون لها نتائج سلبية خطف الامرأتين، كل هذا بيعطي انطباع أنه الأمور منا رايحة على تسوية. وربما اتصال
الرئيس سلام بأمير قطر هو كمان بيوحي انه في عقده معينه وفي محاوله استنجاد. بس الاجواء التي عكست من هذا الاتصال انه كان في وعد استنجاد، يعني بدل انه في مشكله وانه عم يعني عم يستنجد بالامير. هيك ملف شو ممكن يعني اي سبل ممكن تقنعنا الدوله اللبنانيه انه متفقه على موقف واحد؟ يكفي اللبنانيين برايي انه يظهروا الحكومه اللبنانيه يبين للشعب اللبناني انه في موقف واحد. طب ما في التعاطي مع اتفقوا على التفاوض. صحيح انه اتفقوا على التفاوض بالتفاوض التبادل. لكن انت التسريبات اللي باليومين الماضيين اللي صارت، طيب بالسفير هلا ما فينا نقول عباس ابراهيم صار، بس اي واحد بيقرا اللي شافه امتعاد اللي هو عباس ابراهيم طيب وانه كذا. واليوم حكي كمان انه دولة عم بتفاوض عبر راس امني من رؤوسها مولج بهذا. طيب الموضوع هلا فجاه بلاقي حاله هو عم يحضر على التلفزيون انه شايف اللي من هنا واخر من هناك، كانوا واصلين عند الخاطفين وعم يدفعوا لهم مصاري وعم يعني كيف هذا عم بتاكدي مفوضين ما عم بتاكدي لي موقف انه اكيد بده يكون في موقف متاكدي لي موقفي انه الدوله اللبنانيه مش متفقه على طريق التعاطي واحد. بيقولوا كثرة الطباخين ما في مش متفقة، بس كل واحد صار بيعتبر حاله انه هو. طيب ما هو شو الاتفاق قادر يعني؟ انه في الاتفاق بما معناه انه ايه المبدا التفاوض، طيب الكل موافق، بس المقصود انه في رؤية واحدة وفي خطة عمل وفي حدا مكلف بهذه الخطة العمل، في آلية معينة بتستخدم والكل متفقين عليها. هذا اللي عم نشوفه اليوم، انه لا ما في آلية، وهذا بيعكس بطبيعة الحال انه في خلاف. لانه كمان ما تنسي انه يعني لما نسر بهذا الكلام يعني كما قيل انه من اجواء عباس ابراهيم، بنفس اليوم نائب وليد شنبلاط طلع موقف انه هو مستعد يتفاوض. مش بس لا النقطه الاساسيه الاهم اللي هي كانت كمان رد عليها بقصه انه التنسيق بين الجيشين شو هالخبريه، واليوم اللي وقع عباس ابراهيم طلع على سوريا فيما يتصل بموضوع الخاطفين. فانا عم بقول انه في مماحكه، في تسجيل نقاط، في اداء الحكومه اللبنانيه، وهي مسؤوله عنه الحكومه اللبنانيه، وبالتالي قد لا تكون الاسباب الحقيقيه هي في هذا الاداء، لكن بحد ذاته لما بيطلع هذا الاداء بيكشف عن خلل بطبيعه الحال الطرف الاخر الجماعات الإرهابية بدها تستغل هذا الطرف وبدها تلعب عليه. طيب وبدها تحاول تحصل أكبر قدر من المكاسب. بالأمس انتشر هاشتاج إعدام موقوفي سجنون 100 المطلوبين من قبل الجماعات الإرهابية، أنه فلتكن بيد الدولة اللبنانية هذه الورقة، أنه أنتوا مش كل يوم بيطلعوا هني بيهددوا بدنا نعدم هذا أو ذاك، فلتقوم الدولة اللبنانية ولتقول نحن في أشخاص فيها صادرة بحقهم أحكام إعدام، وإن خفف اللواء أشرف ريفي بناء على أنه نحن الإعدام لا يطبق في لبنان رح نروح أكثر على السجن المؤبد، أنه كمان نحن عنا أوراق يعني بالقانون ممكن استخدامها حتى ما يضل هذا التهويل أنه نحن بدنا نعدم أنه نحن كمان صحيح بالقانون في عنا عقوبة الإعدام قائمة. بالمبدأ أولا أنه إذا في أحكام إعدام وفي قضاء ما حدا في يحكي فيها شيء، بس إذا في شيء أنه والله كمشوا حدا بعد ما في حكمه أنه أنا هدد وتتصرف الدولة، لا أكيد هذا ولا عشائرية بطبيعة الحال بأنه في أشخاص في أحكام إعدام صدرت بحقهم. نوضح أنه خلينا نوضح أنه بمعنى أنه الدولة اللبنانية لا يمكن أن تكون تتصرف مثل أي مجموعة أو دولة بالمبدأ يعني في هذا السياق، بالنهاية هي اساسا قائمه على فكره نقيضه لهذا النمط من السلوك للجماعات الارهابيه، وبالتالي لا يمكن ان تدخل بنفس الاسلوب في التعاطي. برايي ايضا هناك اوراق عديده بيد الحكومه اللبنانيه والدوله اللبنانيه قادره تتصرف. انا لست مطلعا على ما يمكن ان تكون لهذه الحكومه اللبنانيه من امكانيات في التعاطي، لكن انا بعتقد انه لا شك ان هناك يعني بيشعر المرء في التعاطي مع هذا الموضوع انه يبدو بضل بنحس انه في جهات ايضا قد تكون منا مستعجله انه تنحل هذه القضيه، وبالتالي انه تدخل في هذه القضيه ليست الحسابات الانسانيه اذا صح التعبير واللي بتتعلق بارواح، بقدر ما ان هناك كمان خلفيات سياسيه قد تتحكم، كما البعض يذهب الى الدعوه الى الحوار المباشر او خلينا نعمل هيك، كمان البعض اللي بيحجم عن يعني ويرفض الحوار والفكرة المقاعدة، فبالتالي دائما في خلفية سياسية وراء هذا الموقف تتجاوز، وهي حسابات سياسية
تتعلق بأطراف سياسيين ولا ترتبط بالضرورة بالموقف المشترك أو الموقف الموحد لدى الرسم المفترض في التعاطي مع هذا الموضوع. لكن أنا بتقديري مثل ما كمان عم بنقول أنه الحكومة اللبنانية فيها تبعت تهديد، كمان الحكومة اللبنانية انطلاقا من الشيء اللي حكيتيه بالأول، أنه في كمان الحكومة اللبنانية تطلع تعمل يعني اتصال مباشر مع هذه المجموعات. بالمبدأ في اتصال مباشر، متى نجح الاتصال المباشر؟ يعني إذا بدنا نرجع على صفقة أعزاز، أكثر من شخص فات على طريق والتواصل المباشر من النائب عقاب صقر وهالمجر، كان في تواصل مباشر مع عدد من الخاطفين وأنه ممكن ورح تنحل وما تنحل وفجأة تتعسر. لم ينجح التفاوض المباشر مع جماعات إرهابية. طيب ليه بدنا نجرب شيء حتى حزب الله؟ كيف حزب الله لم يكون بتفاوض مباشر؟ حزب الله قام ب كان معه أوراق ضغط وقوة، مش مثل ما اليوم هلا في توضيح من حزب الله بأنه ينفي ما أوردته صحيفة النهار أن الحزب قايد أسيره مقابل سوري موقوف لدى جبهة رسمية. لا 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 مش مش مختلفين بمعزل عن مين اللي تسلمون، عمل عملية خطف وتبادل. صحيح، أنه بقصد أنه في بنهاية الأمر في حدا طرفين في اتصلوا ببعضهم بطريقة أو مش بأخرى، مش حزب الله عبر تواصل غير مباشر. ما عندنا معلومات دقيقة أكيد يعني غير مباشر. الوسيط القطري هو شخص سوري ماشي، سابقا أيضا حسواني كان رجل أعمال سوري هو الذي قام بالتدخل في صفقة معلولة. أنه ما عم بيصير التفاوض مباشرة من تنظيم لتنظيم، بقصد أنه في جهتين، في جهة عندها وراء وفي جهة عندها وراء. هذه الجهتين سواء باتصال مباشر أو باتصال غير مباشر، المهم انه صار في اتصال وصار في نحن بنعطيكم هيك انتم بتعطونا هيك. الدوله اللبنانيه شو بيمنعنا تلعب هذا الدور؟ خاصه انه المندوب الوسيط القطري، المندوب القطري كان عم بيقول انه يعني ما سرب، ما عندنا معلومات دقيقه في هذا الامر، لكن على الاقل ما عم نقرا بما يسرب عنه يا اخي ما عنده شيء، ما عم بينعطى شيء كمان باطار انه يعمل هذه. لانه انت ما معقول تجيبي شخص وتقولي له بدي طلب، ما بدك تسلميه وراء، انه على الاقل يكون عنده قدره على شوف كيف بده يعمل تسويه بهذا الموضوع، كيف بده يعمل تبادل، كيف بده يعمل. يبدو على الاقل ما حدا نفى هذا الامر، فاما صاروا ينكتوا على عليه المندوب القطري، واما انه قالوا انه كمان الكلام الثاني انه هو ما عم يشتغل او الكلام الاخر. بس اخر في نهايه الامر انت لجأت له، ما هو مش هو تبرع في هذا الامر، انت لجأت وبالتالي بتحمل مسؤوليه. طيب اذا المندوب القطري ما قدر يعمل شيء، فانت معني ان تجد وسيله اخرى لهذا بهذا السياق. في 100 وسيله، ما بعرف اذا شو الوسائل المتاحه يعني كلنا يعني مثلا هل ممكن أنا عم بطرح بإطار التساؤل أنه هل ممكن بعرسال مصطفى الحجيري مثلا أن يلعب دور في هذا السياق؟ البعض بيقول أنه هذا شخص محكوم أو مطلوب أو ما بعرف شو. هل ممكن لأطراف أخرى؟ هذا الدولة اللبنانية بتفت في جهات معينة ممكن على الأرض بتلعب دور، بعض العشائر، بعض الجهات المعينة. الدولة اللبنانية هي معنية بأنه توجد هذه الصلة وهذه الوسيلة، وحتى الآن ما أقنعتنا الدولة الحكومة اللبنانية إذا ما تقوله يعني أخي هو إرهابيين وبدهم يستغلوا وبدهم فينا، لكن عم يطلعوا يقولوا كل يوم كلام إنه ما حدا عم يحكي معنا، وعم بيقولوا لأهل المخطوفين ما حدا عم يحكي معنا بهذا الموضوع، ما حدا عم يفاوضنا وما حدا بده يفاوضنا. ما بين لحد الآن إنه في كلام طلع عن الحكومة اللبنانية إنه لا هذا الكلام يعني يقنعنا نحن كمراقبين ويقنع قبل أهالي المخطوفين انه فعلا في هناك جهد حقيقي وجهد يمكن ان يبنى عليه فيما يتصل باطلاق العسكريين. يمكن تقولي لي انه هؤلاء ارهابيين وما بدهم يرد، يا اخي مش ارهابيين هن، حتى في نهايه الامر اللبنانيين هن بتقول لك شو مطالبهم، شو بدهم؟ نحن ما عندنا مطالب واضحه. يعني لما حدا يبلش لك انه انا بدك تبلش تطلق 10 مخطوفين 10 موقوفين بروميه و10 و50 والارقام متعدده يعني بالسياق في السجون السوريه مقابل كل عسكري، بعدين يحط لك مطالب واحتمالات ثلاثه، ترجع داعش تقول لك نحن ما لنا علاقه هول. طيب مطالب طيب طيب كيف طيب يعني نحن شو بدهم؟ هن اسوء شيء لما بتصير المفاوضات بهالشكل العلني وبيصير في حكي فيها، لانه ايضا عم يعتمدوا اسلوب ابو ابراهيم سابقا المرحوم اللي ماشي بس اللي الحكومه اللبنانيه في نهايه الامر الحكومه اللبنانيه مطالب تدير هذه العملية.
مطالبة أن تدير هذه مسؤولي أن توجد وسيلة وطريقة للتفاوض مع هؤلاء. ما عند وراء أكيد عند وراء فيها تساوم عليها، فيها تساوم وفيها تحط شروط وفيها تضغط بمكان وفيها تعطي إغراءات بمكان آخر. هي عملية معقدة وعملية يجب أن تتم بسرية تامة وبشكل أيضا مقنع لأهالي المخطوفين أنه في فعلا جهد. هلأ ممكن ينحكى اقتراحات عديدة في هذا السياق، بمعنى أنه بفلت فلان أو ما بفلت أو بنعمل صفقة شاملة. هل آليات الشغل وآليات التفاوض وآليات المقايضة هذه عملية بقوم فيها خبراء وبيعرفوا كيف يفاوضوا، بيعرفوا وين مصادر اللي فينا نغريهم، وين المصادر اللي فينا نضغط عليهم، وين في مجال ندخل طرف ثالث. في عملية، طيب في بيسموا خلية أزمة موجودة، هذه الخلية الأزمة بالمبدأ مفترض ليه، ولكن ما بيجوز أن يبقى هذا الأمر يعني. وهذا بتطلب موقف رسمي من وموقف حاسم من الحكومة اللبنانية بأنه خلص ممنوع اللعب بهذا الموضوع. ما في كلمة واحدة بتنقال خلص، في حدا عنه وفي جهة وهذا المسؤول وهو معني بمتابعة هذا الملف. رح تبع معك استاذ علي، لك اسمح لي أن أعود مجددا إلى زميلتي كلارا جحا والصحف. إليك كلارا. شكرا نانسي. بطبيعة الحال الدليمي هي أبرز معلومات حولها، هي أبرز ما رصدته الصحف اللبنانية والعربية والدولية اليوم. نبدأ بما كتبته صحيفة السفير. كتب محمد بلوط: سجى دليمية جهادية وتكره التلي، يقول خلال 10 أشهر من الجهاد بعيدا عن بيت الطاعة على تخوم القلمون الذي جاءت إليه بعد أن عقد عليها بوكالة أبيها إبراهيم البدر السامرائي. آثرت الثلاثينية العراقية أن تضيف إلى سيرتها الذاتية المزيد من الأسئلة عن أسباب بقائها في جرود عرسال بعيدا عن الخليفة البغدادي السامرائي في معقله في الموصل وشرق سوريا. ويحقق الجيش اللبناني مكسبا كبيرا باعتقال الدليمية التي تعد صيدا ثمينا أقله بالنسبة لجبهة النصرة التي نظمت من أجلها عملية اختطاف راهبات مار تقلى في معلولة لمبادلتهن بها في آذار الماضي. وبرغم أنها نشأت على مهنة الحلاقة النسائية والخياطة في الأنبار وعامرية بغداد، إلا أنها تعرفت على الجهاد عن قرب من خلال زوجها العراقي الأول فلاح إسماعيل جاسم، وهو أحد قادة جيش الراشدين الذي قتله الجيش العراقي خلال معارك الأنبار في عام 2010. يضيف محمد بلوط: تنخرط عائلة الدليمي في الجهاد وبرزت من شقيقاتها دعاء تحدث عنها بلوط، وأيضا شقيقها عمر الدليمي أيضا تحدث عنه. ويشير محمد بلوط إلى أن الدليمية كانت قد نجحت بإقناع المخابرات السورية خلال التحقيق معها بعد اعتقالها عند مركز حدودي سوري عراقي برفقة ابنيها وشقيقتها أنها قادمة للزواج بليبي يقاتل في صفوف الكتيبة الخضراء في يبرود. ويدل بقاء في لبنان على احتمال أن تكون ما قالته خلال التحقيق معها عن سوء علاقتها بأبي مالك التلي قائد النصرة في القلمون صحيحا، وهو ما قادها إلى العودة ربما إلى لبنان بعد سقوط يبرود بيد الجيش السوري بعد أيام من وصولها إليها من جرود عرسال برفقة أبو عزام الكويتي الذي قتلته قوة كوميندوس تابعة لحزب الله في عملية يبرود. ويضيف بلوط: كانت الدليمي قد قالت أثناء عملية التفاوض معها أن التلي لا يبحث فعلا عن تحريرها، وأن إضافة أسماء عشرات المعتقلات إلى اسمها كشرط لإطلاق سراح الراهبات ليس إلا ذرا للرماد في العيون، وأنه رجل لا يثق به، وأنه لا يبحث سوى عن الفدية التي حصل عليها من يد رئيس المخابرات القطرية غانم الكبيسي بقيمة 16 مليون دولار. ننتقل إلى الأخبار وما كتبه رضوان مرتضى. يقول: مصادر الدولة أكدت في اتصال عبر سكايب مع الأخبار أن الدليمي ليست زوجة أبي بكر البغدادي، لكنها أقرت بأنها زوجة قيادي بارز في الدولة رفضت الكشف عن اسمه. وذكرت مصادر أمنية أن الدليمي موقوفة منذ أيام عدة، ورجحت أن تكون على الأقل زوجة سابقة للبغدادي، وأن أحد أبنائها الثلاثة الذين أوقفوا معها ابن له. يقول مرتضى: تقاطعت هذه المعلومة مع تعليق كتبه أحد الناشط تعليق عفوا كتبه أحد الناشطين الإسلاميين على موقع تويتر، مفاده أن سجى الدليمي زوجة الخليفة أبو بكر البغدادي والتي أصبحت فيما بعد طليقته، تركها مولانا في مدينة الست زينب منذ عام 2006.
ويضيف إنها بعد ذلك أصبحت أسيرة. وأكدت المصادر أن الدليمي أنكرت في البداية هويتها الحقيقية، وقد تم الاتصال بالمخابرات العراقية للحصول على معلومات في شأنها. أيضا أخضعت لفحوص الحمض النووي لإثبات صحة المعلومات التي تملكها قيادة الجيش. وتحدث مرتضى عن الموقوفين مشيرا إلى أن الموقوفتين تعدان من أوراق القوى الجديدة في يد الحكومة اللبنانية في التفاوض، إضافة إلى القيادي في الجيش الحر عبد الله الرفاعي الذي لا يزال موقوفا لدى الأمن العام. ننتقل في هذا الموضوع إلى ما كتبته الراي الكويتية، حيث لفتت مصادر قيادية مسؤولة في الجيش اللبناني لصحيفة الراي الكويتية إلى أن سجى الدليمي لم تكن زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي سابقا، وإنها أوقفت على حاجز المدفون وهي تحمل هوية لبنانية مزورة وبصحبتها أولادها الثلاثة، وقد اقتيدت إلى وزارة الدفاع للتحقيق معها وهي تتعامل بخشونة مع المحققين الذين يحاولون التكلم معها منذ سجنها. وبحسب الدليمي أقرت بأنها تزوجت بحسب الرأي بأنها تزوجت من فلسطيني كان يقاتل مع فتح الإسلام وهي حامل منه، وأن أخيها يقاتل مع تنظيم داعش وهي نفسها التي طلبت جبهة النصرة مبادلتها مع راهبات معلولة. تزوجت عدة مرات متتالية من أزواج قضى غالبيتهم أثناء القتال في سوريا والعراق، وكان أحد أزواجها سامر رئيب من سامراء. بهذا نكتفي بجولتنا على الصحف، عودة إليك نانسي. شكرا كلارا. مشاهدينا فاصل ونعود. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع الصحافي علي الأمين. استاذ علي، بالانتقال من ملف المخطوفين اللي هو يبدو العسكريين المخطوفين اللي يبدو للأسف بأنه كل مرة عم بيصير في تعقيدات عم بتطول، هل حضرتك أخيرا في هذا الملف هل حضرتك مع أن يعني يجري حماية الأهالي من مطالب الخاطفين ومن المشاهد اللي عم نشوفها كل مرة على التراث والتي هي تسيء أيضا ليس فقط للأهالي كأهالي إنما للمؤسسة العسكرية اللي أبنائهم بمسلوها، يعني كمان مش مسموح نشوف إنه الأهالي تحت الشتاء و و و وبيتكرم عليه النايب من هون ووزير من هون إنه ينزل متضامنا، إنه ألا يجب أن يكون فعلا هنالك خطة حماية اجتماعية لهؤلاء الأهالي؟ بطبيعة الحال، لكن بالمبدأ من حق الأهالي إنه يتحركوا ويعبروا عن يعني مطالبهم ويضغطوا معنويا وهذا كنا شفناه حتى بالمرة الماضية بوقت مخطوفي أعزاز، كان في تحرك واضح يعني للأهالي ولم يكن يشكل هذا التحرك لدى الكثيرين مثل ما هني هلا. بس هو هذا التحرك هو اللي بحرر المخطوفين؟ لا، بالمبدأ أنا عم بحكي بمبدئيا إنه في واحد عنده قضية ويجب أن يسعى بكل ما لديه. ما بنشوفه مثلا لما انخطف أسير من حزب الله، ما شفنا هذا التحرك وفجأة حرر هذا الأسير الذي كان مع الجيش الحر بصفقة تبادل، ما شفنا أهله على التلفزيونات وعم يضغطوا، إنه الضغط لا يبدو بأنه وسيلة ناجحة لإطلاق مخطوفين، وهذا اللي صار حتى مع مخطوفي عزاز، مش إنه الضغط اللي خليهم يطلق سراحهم، في تبادل صار وفي سياسيين وفي تدخل سياسي. ما عم بقول إنه هو الضغط بذاته هو رح يكون العنصر الحاسم في عملية إطلاق سراح، ولكن أيضا يجعل هذه القضية حي. أنا بتقديري لو الأهالي ما بيتحركوا وما بيعملوا بيعلوا صوتهم في هذا الشأن يمكن هذه القضية تنتسى. مين اللي عم بيذكر أنه في مخطوفين ويجب العمل، وخاصة أنه نحن ما عندنا ثقة بأداء الدولة وبأداء الحكومة وبإدارة هذا الملف، وهذا سببه يعني منا بحاجة كتير لنثبت أنه فعلا عندنا شكوك في التعاطي دائما كيف تتعاطى الحكومة اللبنانية مع مثل هذه الملف. بنحب يكون عندنا ثقة، بنحب أنه تكون حكومتنا ودولتنا قوية ولازم، لكن بالمبدا انا بتقديري لا شك نقول حق الاهالي. هلا بتقولي لي انه يعني بيتصرفوا انه ممكن يقطعوا طرقات او هذا الاسلوب او ذاك الاسلوب او انه يكونوا اسرى ابتزاز الخاطف، بالتاكيد هذا امر
منه يعني منه مقبول ويجب معالجته ويجب مثل ما قلت احتضان لهؤلاء. مش ليس فقط عبر يعني انه القول انه نحن يعني معكم لكن اشعار فعلا ان الحكومة اللبنانية تتابع هذا الملف بشكل يعني هني يشعروا، وهذا أمر منه صعب إذا كان فعلا الحكومة اللبنانية جادة وتعمل بمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف. هذا ممكن يفهموه الأهالي ويتعاطوا معه، مع حقهم بأنه يعبروا عن قضيتهم ويطالبوا ويثيروها ويضل قصة أولادهم مطروحة في يعني في وسائل الإعلام في على وهذا أمر ما بشوفه مسيء جدا ل يعني ما بشوفه مسيء أصلا لتحركهم إلا بما يتعلق ربما بهاللحظات اللي يبدو فيها وكأنه محل ابتزاز. راح أدخل إلى محور آخر، لكن اسمح لي، الشيخ إيهاب البنا كان بده يرد، كان مفترض أنه يرد من يومين، لكن نتيجة مش رد عليك، هو رد على الحلقة الأخيرة للصحفي سالم زهران مع زميلتي سمر، لكن نتيجة التشييع، نقل المباشر للتشييع لكل من أنا الكبيرة صباح والعظيم والكبير سعيد عقل، تعذر هذا الأمر. الشيخ إيهاب البنا صباح الخير. صباح النور إليك أستاذ ناسي والأستاذ علي، نصبحه صباح النور. أهلا وسهلا فيك شيخ إيهاب، تفضل، عندك رد على ما ورد على لسان الصحافي الزميل سالم زهران بحلقة الحدث الأخيرة؟ هي المسألة أنه أنا يعني يوم السبت لما كنت مستبشين في سالم، أنا اتصلوا فيني بعض الشباب وأخبروني أنه الدكتور سالم ذكرني بموضوع الضمية، موضوع مخطوفي عسال الى اخره. انا ما تابعت الحلقه، وبسبب انه انا كنت بمكان عملي ما استطعت اسمع الكلام لما كنت انا على الهواء معه، لكن لاحقا مساء لما حضرتها على اليوتيوب اكتشفت انه هو يعني ذكر انه انا كنت اللي قاتلوا الجيش بالضميه، وانه هو يعرف العقيد بالاستشهاد، على علم انه يعني القصه صار لها اكثر من 16 سنه ميلادي الله يرحمه. فأنا اللي بيهمني بس مسألة واحدة، إنه أنا ما كنت موجود أساسا بجنوب الضمنية، وأنا أساسا ما كنت عارف إنه في معارك موجودة بالضمنية، وهذا مثبت بالتحقيقات بوزارة الدفاع ولأمان قاضي التحقيق ولأمان المجلس العدلي، بالإضافة إنه أنا تم توقيفي من منزلي وأخلي سبيلي قبل قانون العفو واللي مضى على سبيلي يعني القاضي عدنان عضوم. يعني المشكلة بالدكتور سالم إنه هو بيتخيل أشياء وبحب بيفرضها على الآخرين، أنا ما أذكر شيء عنه لأنه لبناني غايب. بالإضافة هو ذكر إنه أنا شاركت بالاعتصام اللي عاملينه أهالي العسكريين وأشيخني بالصورة تحت، أنا كمان ما شاركت تحت، أنا شاركت بوفد هيئة العلماء اللي طلع ويوم ما تصاوب الشيخ سالم الله يشفيه، وقمت باخراج ثلاث عسكريين لاني اول ثلاث عسكريين قمت باخراجهم بسياره تحت الوضع مثل ما ذكرت. فبس للعلم يعني، لانه للاسف تشويه الصوره بتصير خلص يعني بتنسخ على الانسان وبصير المكان شيء مقرر. طيب بس حضرتك يعني هون بدك تاكدوا استاذ ايهاب انه حضرتك ما كنت من ضمن مقاتلي أدنية الذين قاتلوا الجيش اللبناني، وانك خرجت قبل صفقه العفو عام 2005. خرجت قبل العفو نعم، وما كنت او اساسا يعني بس كمان كيف خرجت؟ لم تخرج نتيجه محاكمه. لا معلش بس الصوت ما واضح كثير. استاذ ايهاب كيف خرجت من السجن؟ مش نتيجه محاكمه، نتيجه تسويه مزبوط؟ انا خرجت اخلاء سبيل قبل صدور قانون العفو بسنه ونص تقريبا، يعني قبل 2003 تسويه ممكن ينحكى فيها، وخرجت لانه بالنهايه المده اللي كان ممكن انا انحكم فيها قضيت اضعافها، فتم اخلاء سبيلي لا اكثر ولا اقل. اها طيب حضرتك هلا اليوم بتعرف عن حالك انك ناشط مدني؟ انا يعني عاده لما بيتصلوا في ناشط مدني لانه بمارس عمل حقوقي، واذا بشان اسلامي فناشط اسلامي، ولكن لانه انا عندي اكثر من 6-7 سنين نشاط حقوقي وشاركت باعصامات وشاركت بكذا، فلذلك بعرف عن حالي كناشط مدني وهذا اللي بتعرف عليه. ايه بس شو يعني ناشط حقوقي؟ ناشط حقوقي لاني انا مارست عمل حقوقي لاكثر من 6-7 سنوات، وكنت رأست لجنه اهالي الموقوفين الكبيين، وعقدنا اكثر من 30 اعتصام، وانتم نقلتوا كثير منهم، وحتى مع مدام غاده عيد طلعت بهذه الصفه
على برنامج الفساد اكثر من مره وعملنا اكثر. لا بس هون لانه في يؤخذ على هذا التعريف انه فليكن ناشط اسلامي افضل من ناشط مدني، لانه حضرتك ايضا يعني تتعاطى مع الامور من منطلق اسلامي اكثر منه مدني. صحيح. يعني حتى ما نصير نعمم، لأن المدني هو فصل الدين عن الدولة وهذا ما لا تقوم به حضرتك. ليس كل النشاطات التي أقوم بها إسلامية بحت، يعني أنا شاركت بس هي مش مدنية، كل النشاطات ليست مدنية، يعني مشان بس كرمال المصطلح حتى ما نغلط كمان بالمصطلحات. اوكي بدي انا بكيف بالنهايه الواحد يقدر يخدم مجتمعه لا اكثر ولا اقل. اهلا وسهلا فيك شيخ ايهاب البنا ولتوضيحك، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. استاذ علي، بالانتقال الى اليوم الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، هل تعتبر انه هذا الحوار او الحديث عن حوار بين حزب الله وتيار المستقبل في القاعده الشعبيه اليوم هو امر محبط لجمهوري الحزبين، أو أنه أمر من ضمن المتعارف عليه لبنانياً أنه بالسياسة بلبنان ما في مستحيل، أنه السياسة بلبنان هي لا غالب ولا مغلوب، أنه ما في معارك دائمة، في أنه تسويات قائمة؟ يعني أول شيء حتى ما نصاب بخدعة بهذا الموضوع، هو الحوار قائم، يعني الحكومة اللبنانية بالحكومة اليوم داخل الحكومة عملياً عم بيصير هذا الحوار، وعم بيصير في نكون يعني واقعيين، اثنيناتهم بمرقوا لبعض ومتفقين. مين قال كيف ماشي هلا مصالحهم داخل الحكومه؟ كل طرف، ما حدا عم يشكي، لا حزب الله بيشكي داخل الحكومه، لا حتى تيار المستقبل عم يشكي، وعم بيقعدوا بمجلس الوزراء وقصصا، والمراسيم اللي بدها اياها الطرف هذا تمشي بتمشي، واللي بده اياها الطرف الثاني بتمشي، والمقايضات ماشي. الحكومة متفقين على ما هني قالوا الحوار في محرمات. يعني شو الحوار؟ انه نحن مش منتقلين على هلا الحكي بالحوار على قضايا مش موجوده بمجلس الوزراء برايي، هي موجوده بمجلس الوزراء، لانه اول شيء بينقال انه يا اخي هذا الحوار مش عن رئاسه الجمهوريه، ما فينا نحكي عن رئاسه الجمهوريه، لانه حزب الله مقرر مسبقا انه مرشحي ميشيل عون والى ابد الابد. بس انا بصدق حضرتك انه هذا هو السبب، على الاقل هذا اللي عم بيقولوه. طيب وتيار المستقبل شو مقرر المستقبل؟ تيار المستقبل طلع سعد الحريري من يعني بمقابله اخيره قال انه نحن بدنا رئيس توافقي بهذا الاتجاه، هذا موقف. طيب ما في حكي بانه هو بينقال كمان مثل انه بدون شروط مسبقه انه هذا الحوار مفتوح، بس ممنوع ينحكى بموضوع وجود حزب الله بسوريا. ممنوع. مين المانع؟ الرئيس بري اللي قال انه في ممنوعات. طيب ليش بتجاوب؟ ليش حزب ليش المستقبل بده يتجاوب مع حوار هيك مشروع؟ بعتقد يعني فكره انه فكره الحوار، يعني ما حدا في يقول انا ما بدي حاور، يعني بتعرفي بلبنان يعني ما بيطلع حدا بيقول لك انه ما بدي حاور، ولكن عمليا المطروح على طاوله الحوار للبحث والنقاش فيه منه موضوعات تتجاوز في أهميتها الموضوعات المطروحة بمجلس الوزراء، ولا يبدو أنه هناك قضايا فعلية ممكن أن يبت. أنا رأيي لذلك عم بقلك تسأل، سألت بداية السؤال عن القاعدة، أنا ما حاسس أنه القاعدة مهتمة بهذا الموضوع، ما شايف فيه لا بالبيئة حزب الله الأد يعني أنه قصة كبيرة في شيء بده يصير حوار، ولا يبدو حتى في القاعدة تيار المستقبل انه هذا الامر يعني هو مفصل او شيء كبير. وواضح هذا بيعطي انطباع انه الكل شاعر انه هذه حوار الوقت الضائع، تعبئه الوقت الضايع، يعني بمعنى بس هو مطلوب، يعني بتعتبر انه ما حدا منهم بده يعبي الوقت الضائع بحوار اذا لم يكن يعني مطلوبا؟ مش مطلوب، لانه يعني مطلوب بمعنى انه طيب ماشي الحال، ما هو ضمن الاستراتيجيه الاساسيه اللي بل انطلقت منها الحكومه اللبنانيه انه في محاوله لتحييد لبنان، وانه لبنان ما لازم يتورط كثيرا في الازمه السوريه، وانه في حد ادنى من التنسيق والتعاون عبرت عنه الحكومة اللبنانية، ويأتي ذلك في إطار. هلا حزب الله بيقول أنه هو كمان مع هالحوار ربما بده يحاول يخفف الاحتقان السني الشيعي، تيار المستقبل كمان بيقول أنا مع حوار على أمل أن يفتح هذا باب على لكن لا يبدو أنه في مؤشرات إقليمية أو دولية بتقول أنه نحن مقبلين بهالفترة على أنه أخذ خيارات حاسمة، وبالتالي هذا الحوار ممكن يشهد هذا، فضلا أنه الأطراف الأخرى
يعني بنلاحظ أنه كلا الطرفين على مستوى حلفاء المسيحيين تحديدا إذا ما وسعنا الدائرة أكثر بيعتبر أنه ما بيقدر يعني ما بيقدر يتجاوز مطالب الآخرين، وخصوصا أنه القضايا الأساسية اللي ممكن ينتج عنا الحوار مثل رئاسة الجمهورية بالتالي بدها شيء من التوافق المسيحي أو الاتفاق ما على شيء ما مسيحيا، وفي حذر لدى حزب الله وتيار المستقبل، كل واحد يقول أنه أنا رايح أحكي أو رايح بت بموضوع رئاسة الجمهورية، وبالتالي ما حدا بيقدر يتحمل أنه أنا اخترت رئيس الجمهورية في هذا. فلذلك هو يعني نوع من التواصل كمان نوع بأنه من يعني كمان تم الاتفاق عليه، يعني الحوار قائم سيكون قبل نهاية العام بتقديري بيصير جلسات، وهذه يعني كمان الرئيس بري يعني إذا بدك يعني كمان هذه نوع من يعني تعبير عن جهد للرئيس بري أنه لازم يعني يبين هالشي، ممكن يتم بجلسات الحوار. عم ينقال أنه دائما مصادر الرئيس بري عم بتقول أنه قبل نهاية العام لازم يصير شيء 15، وحتى يعني بدأ يقال أنه من الأسماء اللي ممكن يقعدوا أو وأنه هو اليوم يعني حاكي أنه كمان أنه هو سيرأس الجلسة الأولى، وإذا بدهم بيلتقوا عندي وإذا ما بدهم بيلتقوا مجلس النواب. يعني هذا التقديم كمان له وظيفة هذا الحوار، الرئيس بري أنه كشخصية حوارية وسطية، علما أنه الكل يعلم أنه رئيس بري في نهاية الأمر ينتمي إلى فريق سياسي ويمثل 8 أذر وهو حليف حزب الله. ربما هذه الصورة بتحاول تقدم الرئيس بري على الأقل في الشكل أنه الشخصية التي يمكن تلعب دور. ليه الهدف أنه هذا مكسب سياسي لثماني أدار، بمعنى أنه أدار بس ليه فريق الآخر حتى يصر يعني حتى بعز مقاطعتهم لثماني أدار بيصروا على تحييد الرئيس بري من هذه المعركة؟ هلأ بحساباتهم لهم التواصل مع الرئيس بري ممكن، لكن الرئيس بري في نهاية الأمر بقضايا الأساسية وباللحظات الحاسمة واضح ليس لديه يعني أي موقف ملتبس، هو في نهاية الأمر في هذا الفريق السياسي الذي يعني فينا نسميه 8 أذار، فينا نسميه تحالف 8 أذار والتيار الوطني الحر، هو يعبر وهو يؤيد العماد ميشيل عون ويعلن ذلك بشكل صريح. بتقولي لي يمكن تحت الطاولة بيحكي شيء أو كذا، لكن برأيي أنه رئيس بري في نهاية الأمر لا يخرج عن القرار الاستراتيجي اللي بيعبر عنه حزب الله، وبالتالي هذه الوظيفة الجديدة هي كمان محاولة لإعطاء هذه وظيفة الشخصية الوسطية المحاورة. بس هل هي وظيفة أو هو دور الرئيس بري؟ يعني هون كمان اختزال بأنه هو وظيفته أنه يبين هيك كمان غير مقنع. عادة يعني الدور إذا يعني بده يكون كمان هذا له يعني له معطى له ترجمة بالسياسة، أنه هل يمكن أن يكون الرئيس بري الملتزم تماما بالخيارات الاستراتيجية والأساسية لثماني أدار أن يكون وسيط بين 8 أدار و 14 أدار بالمعنى السياسي؟ بتقولي لي عم بيلعب هالدور، إيه برافو عليه، بيلعب هالدور، بيكسب على الجهتين، بيكسب كطرف تيار المستقبل بده إياه مثلا أو شيء وبيحتاجه والطرف الثاني بيحتاجه، وبيكسب كطرف كضمن الفريق الآخر. هذه شطارة ومنا يعني لكن بالتالي بس هذا منه بالسياسي مقنع. يعني في النهاية هذا الحوار يدار ويوضع شروطه من قبل فريق 8 أدار. وليه تيار المستقبل هالقد راضي أنه يكون يدار؟ تيار المستقبل بتقديري أنه موجود في الحكومة مستمر وحريص على إبقاء هذا التواصل بشكل ما، وفي نهاية الأمر أمام أي دعوة للحوار ما في يطلع، لأنه تيار المستقبل دائما هو يعني بيقول أنه هو يدعو للحوار ويدعو له، والرئيس سعد الحريري خلال الفترات الماضية أكثر من مرة طالب، فعندما يتقدم الطرف الآخر ويقول بده حوار بده يجاوب تيار المستقبل معه. لكن أنا تقديري بالتوقع بالنتائج العملية ما شايف في يعني مؤشرات أو في هيك حتى طموح لدى الطرفين، ما تحسي أي طموح أنه في إمكانية لتحقيق شيء بيصبر عن نتائج مهمة، في حرص. لذلك بيذهب البعض اللي يقول أنه هذا الحوار في الحد الأدنى
بخفف من التعبئة، بخفف إذا ما بده يقدم حلول، لكن عم يقعدوا مع بعض، عم بيحكوا مع بعض، وبالتالي هذا بيكون له انعكاس إيجابي في الشارع. بهالمعنى ما حدا ضد هذه الفكرة، لكن بالسياسة بنهاية الأمر ما في شيء منجز، لكن في شيء على الأقل أنا بعتقد بهالخطوة 8 أدار بتبين هي الأكثر عم تكسب في هذا الموضوع. أيضا رح تابع بعد الفاصل الإعلاني هالحوار، مثل ما قلنا بالأول هو مطلب من الطرفين الإقليميين الأساسيين، يعني إيران وسعودية في المنطقة وإيران وأمريكا في العالم، إضافة إلى زوبعات الفساد وكشف الفساد التي يعني كل مرة مسلسل. في وزارة من الوزارات تفتح ملف فساد. اللبنانية عارفين أنه في فساد بيكون فيه. هذا عندك غدا عيد ولا عندك؟ لا ما هو صار شأن عام، نحن زميلة غدا عيد هي بايونير بهدول القصص، صار شأن عام. فاصل إعلاني ونعود. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع الصحفي علي الامين. استاذ علي، هل الحوار بين المستقبل وحزب الله هو انعكاس للحوار الامريكي الايراني وايضا السعوديه التي قريبه من هذا المناخ الحواري؟ ما بعتقد لحد الان فينا نقول انه في حوار امريكي ايراني بالتاكيد، تفاهم بس في حوار، في حوار وفي تقدم في هذا الحوار. واحد مؤشرات، ويمكن هلا سمعنا الخبر انه الطائرات الايرانيه تقصف في مناطق العراق. في العراق، والبيان صادر مش عن وزاره الدفاع الايرانيه، على البنتاغون. يعني عشوائي كانه هن يعني معهم خبر بالعمليات القصف اللي بتصير، وهذا بيعكس بطبيعه الحال انه في نوع من يعني تنسيق غير مباشر مباشر، لكن أنا بتقديري اللي عم بيصير بالعراق هو عم بيعكس تنسيق على الأقل في بعض القضايا الأساسية فيما يتصل بمواجهة داعش. ويمكن الحكومة العراقية جزء منها هي تعبير بجانب منها عن هذا التوافق الإقليمي على الأقل إيراني سعودي. هل سوريا بعد هي نقطة الخلاف الأساسية؟ بالتأكيد سوريا هي نقطة الخلاف، وهذا يمكن سبب من أسباب الشرخ الأساسية بين السعودية وإيران، ولأنه حتى الآن يعني رغم بدي أقول في تقدم ما في مسألة التواصل على مستوى التجربة العراقية، لأن هذا الأمر لم ينزاح على موضوع سوريا، ولازلنا نرى أنه العلاقة الإيرانية السعودية ما زالت متوترة، ولم يعني يبدو أن هناك تقدم، بخلاف الشيء اللي عم نشوفه بين الإيرانيين والأمريكان رغم توقف المفاوضات، أو بمعنى تأجيل المفاوضات وعدم يعني تحقيقها المرجو منها من الطرفين. أنه لكن لا شك أن هناك نتائج إيجابية، وهذا التقدم يعني التمديد للمفاوضات بيعكس أيضا مسار برأيي إيجابي راح يكون على مستوى العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، لكن هذا دون أن يقلل من أهمية يعني في مشاكل عديدة لسيما العلاقة الإيرانية مع الدول العربية أو دول الخليج تحديدا في هذا السياق. وهذه أزمة الأمريكان طالبوا السعوديين وتمنوا أنه يحاولوا يعملوا تقارب مع الإيرانيين، لكن بيبقى الملف السوري برأيي حتى الآن هو موضوع محوري وأساسي في هذا الخلاف، ولا يعني يبدو أنه فيه حتى الآن ما يدل على تقدمه. وهذا كمان الملف السوري له تعقيداته المختلفة، يعني حتى اللي عم نشوف تباين بين تركيا وأمريكا في هذا الأمر، حتى أمريكا والسعودية فيما يتصل بسوريا، لأنه يبدو الموقف الأمريكي بخلاصته هو أقرب ما بدي أقول متطابق مع المبسطك، أقرب إلى الرؤية الإيرانية في التعاطي مع الملف السوري، حتى من قربه إلى ما يفترض أنهم حلفاء في ضمن التحالف على الإرهاب. وهي مشكلة مش مبين حتى الآن في إمكانية لإيجاد يعني تطورات إيجابية فيها. لذلك هذا يعني شفنا الموقف السعودي من حزب الله فيما يتصل ب يعني مطالبة إدراج حزب الله على جائحة الإرهاب، والبعض حاول يربط بين هذا الموقف وأنه هذا يعكس ربما يعني عرقل إلى الحوار اللبناني. لكن أيضا يجب وضع الموقف بسياقه، بمعنى أنه الموقف السعودي من إدراج حزب الله هو انطلق من الجغرافيا السورية، بمعنى أنه اعتبر أن يدرج كل الأطراف المقاتلة من خارج سوريا أن تدرج ضمن لائحة الإرهاب، ولا أعتقد أنه هذا الموقف له علاقة
الحوار اللبناني الداخلي، بقول انه في مناخ اقليمي ليس هناك من يعني الحديث عن حلول وتوافقات، توافق يعني على ايجاد تسويات كبرى حتى الان في على المستوى الاقليمي، لكن في حد ادنى من انه الطرفين اذا اعتبرنا الطرف السعودي والطرف الايراني هما الطرفين الاكثر فاعليه على مستوى الساحه اللبنانيه من اقليميا، فبنشوف انه الطرفين ما لهم مصلحه يروحوا كثير بالتصعيد بالمواجهه، لهم مصلحه بالتهدئه. حزب الله ما له مصلحة المنخرط في سوريا أنه يفتح مشكل بلبنان، ولا حتى تيار المستقبل بوارد أساسا يكون أنه طرف يفوت مشكل، بالتالي يمكن هو يصير خارج اللعبة كلها بحسابات بالحسابات المصلحة السياسية بهذا الأمر، بظل أنه خطر تنامي تيارات ربما أصولية وربما قوى يعني لا يحب أو لا يرى تيار المستقبل بأنه في مصلحة لوجوده أو أنها تشكل تهديدا له، بالتالي في رغبة في حد من المصلحة هو البقاء على نوع من التهدئة. لكن مع الأسف أنا بدي أقول نقطة أساسية، أنه رغم هذه أنه في مشكلة اليوم الناس عموما، وهذا يجب يعني ينقال، أنه في حالة يعني شعور بأرف يا أخي البلد لوين بده يروح، أنه حتى هالتهدئة اللي بتصير طموح بلحظة ما، لكن هي تستنزف الدولة، يعني يجب الانتقال إلى مرحلة تانية، لكن ما بنشوف أنه في رؤى حقيقية باتجاه أنه نحن شو بدنا الدولة، يعني شو بدنا بلبنان، أنه بدنا دولة، بدنا مؤسسات، بدنا كيان، بدنا هذا الأمر ما مبين أنه بشكل هاجس ويعني طموح فعلي وعمل يومي لا، وهذا عم ينعكس على الوضع الاقتصادي الاجتماعي، على المشاكل، على يعني الجرائم اللي عم نشوفها بالبلد، على تفتت العزلات الاجتماعية اللي عم بيعيشها البلد، كل مجموعة عايشة لحالها وكل مجموعة انه تشوف المفارقة، انه نحن بنقول شبكات التواصل وكذا والعالم صار قرية، لكن كل ما بتتوسع بتشوفي كل ما الناس بتروح على عزلة كل مجموعة كلها في وضع يعني هذا بيهدد، وعم نشوف نتائجه على المستوى النفسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الإجرام، على مستوى يعني كتير من القضايا اللي بيخلينا نقول أنه فعلا في تحدي وجودي لهذا المجتمع ولهذا الشعب ولهذه الدولة، ما عم نلمسه بأداء القيادات السياسية، لأنه هن ما بدون ولا لأنه هن ما عندهم القدرة، ما عندهم هذا الطموح، مش بالأولويات، ما بتشوف فيه، كيف يعني ما مش بالأولويات يعني لأنه مطمنين أنه هذا المارد مش عليهم على غيرهم، أنه هذا الهم البلد لبنان، هم بناء الدولة، هم أن نحمي دولتنا، هم المجتمع، هم أنه فعلا نعمل رؤية نحن بعد 10 سنين كيف ممكن نكون. إذا بتطلع بكل الملف، ملف الكهرباء شو بتشوف؟ بالحديث عن ملف الفساد، الآن أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور بأنه بعد ظهر اليوم سيعلن عن لوائح جديدة في ملف سلامة الغذاء. نحن ما فينا نقول إلا أنه إن شاء الله يكفوا، وما فيك تقولي بالشي اللي عم ينعمل على الأقل يعني الناس بهمة أنه طيب مش معقول أنه في مؤسسات لما بتلتزم، وهذا كمان نتيجة مسؤولية الدولة، ما له شيء يعني عدم الرقابة يعني الدولة صار 10 سنين ما عم بتراقب، هلا بدها تراقب. مهم يعني حتى ما نقول انه هذا مهم الامر أكيد مهم. ولازم يستمر ولازم يكون في نفس رؤية أساسية. وايضا اللي سمعناه كمان من يعني غير منيحة يعني من الوزير علي حسن خليل بقصة المشهد، لأنه نحن من الناس اللي حكينا كتير بهالقصة من 2-3، صار في هجمة على يعني سرقة أراضي الدولة بطريقة يعني فجي وصريحة، وشفنا يعني الناس بيتذكروا يعني حملات العمار المخالفة على أراضي للدولة مشاعات وللدولة اللبنانية، وكلنا بنعرف انه هي ما كانت ممكن تتم اذا ما في غطاء وحمايه محليه. وانا رايي انه وين يعني يعني مثلا انه هو الرئيس الوزير علي حسن قال بدنا خلينا نبلش من الجنوب اول شيء. انا رايي هالثلاث سنين في محاضر، الاف المحاضر موجوده عند الدرك وعند القوى الامنيه، المخالفات والمصادرات اللي صارت للاراضي اللي حصلت يعني موجوده،
فلتنفذ. إذا في يعني فعلا رغبة حقيقية بأنه الدولة تستعيد أملاكها فلتنفذ هذه الأمور، ما يتم التعاطي معها بحسابات، لأنه كل هذه المخالفات وحتى بعمليات يعني الكل يعرف اللي بضايعته بمنطقة بنت جبال وبكتب، في عملية نهب صارت للأراضي بعملية المسح اللي صارت الأخيرة، إنه عملية نهب وما بتتم. شو يعني نهب؟ يعني كيف يعني مثلا كيف بيصير انه بيجوا كيف بتصير المسح على الارض؟ في مثلا بنت جبال، في قصه بنت جبال، انه بنت جبال اهل بنت جبال نصهم ثلاث ارباعهم بامريكا. مزبوط. في جزء مهجرين وفي منهم صاروا جيل وجيلين. طيب في ناس عندهم ملكيه معينه بس مش فارزينه، بيجي شو بيكفي يعني. المختار وشاهدين يمضوا يقولوا انه هيدا في عليها خلاف عائلي مش ولا ما يقولوا، لا يقروا انه هو لقلوا هو الارض مثلا لاخر يعني لشخص آخر. لشخص اخر. وفي مخاتير تورطوا بهذه القصص وحيل بعضهم، يعني في مطارح معينه احيل وفي ناس محميين ما احيلوا، يعني في كذا قصة يعني سلبطة على أراضي الغير. هذه أراضي الغير، هذه عم نحكي عن أراضي الغير. أما الأراضي العامة لأنه ما حدا بيطالب فيها، لأنه هذا سايب مال سايب، لأنه هو نحن عم نحكي بالأراضي الخاصة. الأراضي الخاصة حدا بينتبه لها، بس الأراضي العامة المشاعات اللي بتضيع تم تقاسمها قوى النفوذ تبع الكاميرا هون. طيب ماشي، نحن عم نقول إذا هيك إذا كانت الدولة غائبة سابقا واليوم في وزراء عم يتحركوا لهذا، هذا شيء جيد، ونشد على يد الوزير ونعتبر كلامه مهم وأساسي وفرصة لإثبات يعني قديش جديته هو بالإصلاح بهذا الأمر، ونتمنى فعلا فعلا هذا الأمر، لأنه صار في تسيب مش مقبول وفي استسهال لهيك التطاول على الملك الملكية العامة والأملاك الدولي تحت حماية وقوى النفوذ المعروفة محليا، وما بدنا نزيد أكثر من هيك. فبالتالي الوزير علي حسن خليل أكيد خطوة مهمة قام فيها ونحن معه على أمل أنه يتابع. عم بتقول أمر ولا شك يكفي فيها، ما بدنا أيضا أستاذ علي، مؤخرا في جدال خرج إلى العلن، هو أساساً جدال سابق يعني تحديداً بما يتعلق بالراحل الشاعر سعيد عقل ومواقفه أو موقفه السياسي العنصري تجاه الفلسطينيين نتيجة أو إبان العدوان الإسرائيلي اجتياح الإسرائيلي عام 1982. كيف تقرأ هذا؟ هل هو صحي هذا الجدال اليوم؟ أنا تقديري يعني في جزء من هذا الجدال بياخد بعض شعبوي. أنا مش ضد أنه يصير في تضواي على هذا الجانب، لكن ضد أن تختزل الشخصية بهذا الجانب بهذه النقطة. يعني هذه الشخصية اللي امتدت حياتها إلى قرن وقرن منتج، مش يعني عمر سعيد عقل، يعني أنا بقول مش خمول مش يعني في إنتاج وفي معرفة وفي شخصية، والكل يجمع على يعني فرادة هذه الشخصية على المستوى الشعري، على المستوى حتى الأدبي وحتى في لبنانيته سعيد عقل في خلق هذه اللبنان، يعني هذا الصورة للوطن للفكرة واللي غناها واللي كتبها بشعر وبفلسفة، فهي شخصية غنية سعيد عقل، لا يمكن أن تختزل بهذا المشهد دون أن نعتبر أنه هذا الموقف مبرر أو مبرر أو مغفور له. لكن يعني أنا لما بشوف بفتح على جوجل أو بفتح أنه ما بشوف أن الناس طالبة هالفكرة، ما شايفين الجانب الآخر الغني المهم اللي بشخصيته واللي يقر فيه، هاي ساعتها بصير تشوفي أنه بس هون لأنه في مبالغة. فريق من اللبنانيين يقول أنه إذا كان شاعرا أو عظيما أو فيلسوفا أو أديبا لا يسكت عنه، لا لا لا، إنه هو كان عنصريا. يعني الموقف اللي أطلقه ليس فقط متماهي مع المحتل، هو موقف عنصري. يعني الدعوة لقتل الفلسطينيين والتعميم الفلسطينيين هو موقف يعني عنصري البعض يقول. بعتقد يعني في بعض اللي ممكن هو أخذ هذا صحيح، يعني ما بدي أقول هلأ كيف الواحد بده يجيب دقة العبارة شو اللي قاله في هذا السياق حتى لا يبرر. عم تقول حضرتك لو افترضنا أن هذا الأمر، هذا الأمر لا يبرر. لكن حتى أنا قريت لأحمد زميلنا أستاذ أحمد بزوم بالسفير ملتقي فيه، كان لسعيد عقل قبل فترة وحكيه
وكان يعني هو سعيد علي ربما لا يريد أن يعتذر أو ما بيحب من الشكل، ولكن أنا قال قولت هذا الكلام يعني كأي حق كنوع من التراجع هذا الأمر. وبرأيي في أكثر من شخص كتبوا أكثر من شخص بهذا ساعدوا بهذا على بهذا السياق. أنا ما بدنا نقول إنه هذا نحن ليسنا في سياق تبرير هذا الموقف، لا هذا مش مقبول وبينقال مش مقبول، لكن أنا ما في يختزل شخصية سعيد عقل في هذا الموقف. هذه الشخصية العظيمة، الشخصية اللي إلها أبعاد متنوعة، اللي إلها فرادتها، الشاعر يعني المبدع، الشخصية اللي حرام ما بيجوز إنه نشوفه. ثانيا من كان منكم إذا افترضنا بلا خطيئة فليرجمها، يعني مين هو الشخصية التي أخطأ بحقها؟ لبنان، اللبنانيين الأقربون والأبعدون، واللي الكل يذكر كيف كانت نهاية صباح. يعني ما عم نحكي بشيء كتير بعيد. من يحاسب على الخطأ الذي ارتكب بحق أيضا قيمة كصباح؟ خطأ مقصود كان، يعني أنه مش بس عدم المبالاة بآخرة صباح أو عدم حمايتها بآخرتها وبشيخوختها، بل الإضافة هو يعني تنقير اللبناني مثل ما بنقول بآخرة مهما صباح. يعني مهما يعني هون إذا كان في شعب عم أو جزء من شعب يريد أن يحاسب سعيد عقل، من يحاسب هذا الشعب بمسؤوليه وسلطته ودولته وكل ويعني المعجبين وغير المعجبين على تقصير أيضا بحق صباح؟ لا شك يعني هذه مسؤولية ربما تقع بالدرجة الأولى، يعني هي صار كلمة الدولة الواحد صار يستحي يقولها شوي، يعني أنه الدولة لا شك أنه والطبقة السياسية كمان اللي ربما يعني مفترض أنها تكون معنية بحماية يعني هذه القيم الوطنية والإنسانية والفنية. وصباح بطبيعة الحال مهما اختلف عليها الناس لأنه كل بيحبوها، يعني هذا العقل يعني هالميل إلى تعاطف معه وحبها لصباح. يعني هو البعض يقول أنه ما كان مش الكل مجمع لا حب فن صباح ولا أغاني صباح، لكن الكل مجمع على حب صباح كشخص شخص. يعني فشخص هو يفتقد الكثير من يعني يبث السرور وهيك والفرح لكل من يلتقي، كل اللي بيعرفوها تسمعيهم اللي سمعناهم بهاليومين ثلاثة كلهم أجمعوا على أنه عندما تدخل صباح يعني بتعمل جو تاني بأي جلسة إلى جانب القيم يمكن الحياتية. يعني الكل يجمع أنه صباح كريمي مثلا، يعني منسمعاش عن كتير يعني عن أنه صباح عندها بتهتم بالآخرين عندها يعني هذه إلى جانب يعني هذا التجربة يعني المسار الفني اللي انتقلت فيه من لبنان هذا التاريخ اللي أنا بتقديري هو بلور هوية فنية للبنان. وصباح مين ما بيشوفها بيعرف لبنان. يمكن قليل من الفنانين بطبيعة الحال السيدة فيروز هي أيضا إلى جانب هذا المقام، لكن صباح من الليل اللي بتربط فيهم اسمهم باسم بلدهم، يعني هن صاروا سفراء وليس حتى انه ايقونات عن هذا البلد، انه وبالتالي حتى يعني هن صاروا مقياس للفن، تقولي لبناني او مش لبناني هن قدروا قدموا هذا. يعني لا شك انه هو اهميتهم ذكرنا اثنين سعيد عقل وصباح واكيد في ناس غيرهم، لكن انا بتقديري اهميتهم هو رسخوا اكثر وجذروا اكثر فكرة لبنان. ولذلك أنا قلت يعني هيك بمقالي كتبتها أنه هني بيثبتوا أنه قديش فكرة لبنان قوي، لما في فكرة تانية قدي طلع أفكار عنا تقدر تهزم هذه الفكرة اللي هني ترجموها بالثقافة بالفن بالشعر وعبروا عنها بهذا السياق. لذلك هو قلن قيمتهم ولبنان بطبيعة الحال بيحزن بغيابهم ويفتخر كل لبنان كانت هذه أسماء معبرة عنه. نحن هون وصلنا لنهاية لقائنا الصحفي علي الأمين، شكرا جزيلا لحضورك، أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم، غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.